السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن بعض الأحلام، وتقريبا هيبقوا 7 أو 8، خليهم إن شاء الله يكونوا 8، 8 أحلام أو 8 رؤى تدل على تحقيق الأماني إن شاء الله تبارك وتعالى. في أحلام تدل على تحقيق الأماني؟ أيوة. أول رؤية معانا وهي رؤية قضاء الحاجة في الحمام. تخيلوا، هي في الأصل تدل على الفرج، ولكنها تدل أحيانا على تحقيق الأمنية أو الأماني. رؤية الحمد لله رب العالمين تدل على تحقيق أمنية غالية إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الساعة، رؤية الساعة، هذه الرؤية تدل على تحقيق الأمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الضحك بدون صوت، إن أنت شايف إن أنت بتضحك، والمفترض إن أنت بتضحك بصوت عالي بس ما فيش صوت في الرؤية، هذه الرؤية تدل على تحقيق الأماني. رؤية جواز السفر أو تأشيرة السفر، هذه الرؤية تدل على تحقيق الأماني. رؤية الهدية من شخص تحبه، هذه الرؤية تدل على تحقيق الأماني. آخر رؤية معانا وهي رؤية أكل الجوز اللي هو جوز الهند في المنام، هذه الرؤية تدل على تحقيق الأماني. دي كانت بعض الرؤى التي تدل على تحقيق الأماني. انتظرونا في اللقاءات القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.